السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع النهاردة يا جماعة يكون بخصوص حل مشكلة الكتابة باللغة العربية جوه البرامج. كتير مننا بيجي يستخدم الفوتوشوب زي ما شرحت قبل كده في الفيديو اللي كنت حاطه على القناة بتاعتي. يجي يستخدم الفوتوشوب بيلاقي الكلام معاه مقلوب ومتقطع. طب حل المشكلة دي؟ طبعا المشكلة دي انا حللها على القناة بتاعتي زي ما قلت. بيستخدم برنامج اسمه ابو رشيد ومعاه مجموعة من الخطوط، لكن النهاردة هنعمل فيديو تاني او شرح تاني بطريقة مختلفة. مش هنستخدم اي برامج خالص، هنستخدم موقع على الانترنت وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. مبدئيا ده كده برنامج اللوجوهات اللي انا كنت شارحه من فتره. البرنامج ده يا جماعه ما بيدعمش اللغه العربيه. انا لو جيت مسحت الكلمه ديت وكتبت مثلا اسمي باللغه العربيه زي ما انتم شايفين الاسم مقلوب اهو، تمام. طيب حل المشكله دي ايه بقى؟ هنروح على الموقع دوت، تمام، وبعدين هندخل على تولز. الموقع مبدئيا اسمه arabickeyboard.org، هيبقى موجود تحت الفيديو، تمام. هنروح على تولز ونختار فوتوشوب ارابيك، وهتكتب في المربع دوت هنا الحاجة اللي انت عايز تكتبها جوه البرنامج بتاعك. هكتب اسمي، تمام. اوتوماتيك هتاخد الكلام اللي تحت كده كوبي كنترول سي، وتروح على البرنامج بتاعك هتحطه كنترول في، تمسح بس الاول الكلمة دي زي ما انت شايف الكلمة نزلت، تمام، من غير اي مشاكل. طبعا الكلام ده هيساعدك اكتر في الفوتوشوب. الناس اللي بتستخدم فوتوشوب وعارفه المشكله دي، المشكله يعني الموقع ده هيساعدها في انها تحل المشاكل بتاعه اللغه. هنعمل برضو نموذج جديد او تجربه تانية عشان الناس تبقى مركزه. هختار مثلا اللوجو ده، تمام، وزي ما انتم شايفين حاجه اكتب بالعربي دلوقتي، اسف هحدد الكلمه همسحها، وبعدين حاجه اكتب مكانها اسمي بالعربي زي ما انتم شايفين الكلمة متقطعة، تمام. طيب هنروح برضو على الموقع، هتكتب هنا الحاجة اللي انت عايز تكتبها، اوتوماتيك ظهرت لك تحت بشكل مقلوب، هتاخدها كلها كوبي كنترول سي، وبعدين تروح على البرنامج بتاعك تحطها كنترول في، هتنزل معاك على طول او زي ما احنا شايفين كده. مشكلة الكتابة اتحلت مع كتير كتير من الناس كده. انت معاك طريقتين، طريقة برنامج ابو رشيد والطريقة التانية بتاعت الموقع اللي شرحته دلوقتي. يا رب الناس تكون استفادت معايا، يكون الموضوع سهل وبسيط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.